لاعب اشرف ادريسي. اشرف ادريسي دخل داخل المعترك. اشرف ادريسي هناك تواجد ديال اللاعب حمزه حجي اللي كيحصل على الخطا، وغادي يكون هناك ورقه حمراء، ورقه حمراء لحمزه حجي، ورقه حمراء لحمزه حجي اللي كان عنده رده فعل بعد ما اعلن الحكم على الخطا. ورقه حمراء كتجي اكيد لتبعثر اكيد كل الاوراق ديال المدرب جوزي روماو. لاحظوا يعني اشرف ادريسي، يعني لاحظوا بالفعل كان هناك خطا ديال اشرف ادريسي. غادي نتابعوا الاعاده لرده فعل اكيد مره اخرى من زاويه اخرى. شكر خاص كل زملاء التقنيين، لاحظوا رده فعل اكيد بانه يعني كانت قريب من الحكم. لاحظوا مره اخرى يعني على اي ودو ما يمكن اشياء كتكون بهذا